أقيم في الآونة الأخيرة أكبر معرض للنقل والسكك الحديدية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا في مدينة دبي بالإمارات، وكانت شركة هايبرلوب وان قد أعلنت أنها ستبني أول سكك حديدية سوبر في العالم بالإمارات، ونشرت صورا لخطوط اختبار المشروع. وقد جذبت الشركات الصينية الكثيرة في المعرض عيون الرواد والزائرين أيضا. في ذات اليوم ألقى الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب وان روب لويد كلمة قدم خلالها صور تطورات وضع المشروع وخطوط اختبار مشروع الشركة للسكة الحديدية السوبر. وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قد قدم رؤية للسكة الحديدية السوبر في عام 2013. ووفقا للخطة وبعد نجاح اختبار هذا المشروع سيتم بناء أول سكة حديدية سوبر في العالم بين العاصمة أبو ظبي ودبي التي تبلغ مسافتها 160 كيلومترا وستستغرق 12 دقيقة فقط. هذا وقد استخدم نموذج آلة حفر الأنفاق في الخط بالشكل الرسمي في عام 2016 ويعرض الآن في المعرض الدولي لأول مرة وهو جديد ومتقدم وقد صنع في الصين وقد بدأ استخدامه العام الماضي وحاليا يستخدم في مشروع السكك الحديدية بين منغوليا والصين لإنشاء أكبر خط خاص لنقل الفحم. معظم آلات حفر الأنفاق في الماضي كانت استخدمت في مشروع المترو بالمدن، وهذه الآلة تستخدم في شق الأنفاق في الجبل، فمن جهة تستخدم لحماية البيئة فهي تخفف من حجم حفر التراب، ومن جهة أخرى فإنها آمنة مقارنة مع آلات عمليات البناء التقليدية فهي أكثر أمنا. وإنشاء السكك الحديدية العالية سرعة في الخارج ستخرج المعدات الراقية أكثر فأكثر في المستقبل. بالمقارنة مع معدات البنية التحتية فإن عربات السكك الحديدية الصينية مشهورة في السوق الشرق أوسطية مثل هذه العربة، وهناك نموذج منها يسير على السكك الحديدية في مدينة أزمير التركية. وبالإضافة إلى التفوق التقني فإن سمعة الشركات الصينية الجيدة تركت انطباعا عميقا لدى الزبائن في تركيا. كنا نرسل العربات إلى زبائننا في السوق التركية جوا بقصد إرسالها في الموعد المحدد حسب العقد، إن تكلفة الإرسال كانت أعلى من إرسالها بالبحر، ولكن العقد هو القانون ونحن نتبع العقد لأنها مسؤولياتنا بلا شك. أولا إن مبادرة الحزام طريق مشجعة جدا وتتماشى مع تواجه العام لتنمية الاقتصاد العالمي الرئيسي، وبصفتنا شركة مركزية ينبغي علينا أن نلبي دعوة البلاد ونود تأسيس شركة من مستوى دولي.